خويا كتسمع الدراري خصوصا الدراري عرفتي الدراري ساكنه اللي كتضيف اللي كيقراو ما واصلين شي نيفو في القرايه وخارجين في السابعه والثامنه والتاسعه جميع المستويات اللي ما كيدير والو يدفع لها التجنيد الموقع الالكتروني اللي موجود على عذري. وانا خويا بصفتي مازال طالب ومازال كنقرا في سيزيام اعداديه المسيره شعبات الادب ومازال خويا رياضي كان عدى محترف للسريع واد نادي سريع واد زم وعند وكندير اخويا بين الرياضات اللي كندير اخويا كندير الكيك بوكس عندي تسعه البطولات ديال الكيك بوكس وكندير وكمل اجمل وكمل اجسام ورياضي كمل اجسام. اخر كلام اخويا هو كنتمنى من الدراري جميع الشباب اللي مازال خارجين من القرايه وما كيديروا والو كتعرف الدراري دابا الشباب ديالنا اللي كنشوفو دابا كتبلاو بالمخدرات وكتضيعو في هاد البلاد كتشوفوهم في الزناقي كدورهم ساكن واللي يعفو كامل عليهم وكنتمناهم الله سبحانه وتعالى في هاد النهار اللي يعفو على جميع الدراري وكنشجعوهم في هاد المنبر فالكاتر تحقيق فانكاتر يمشيو للتجنيد راه التجنيد خاص ديهم يبطلوا الوطن ديهم يحطوا الوطن ديهم يفتخروا ديهم. نقول لكم على واحد سميتها على حساب التجنيد الناس اللي صيفطوا لهم يعني السيد على هذا العام حيتاش انا دست من ديك التجربه ديال التجنيد الاجباري في 2019 بالحق ملي دخلت 2020 كانت كورونا يعني ما كانش تجنيد بالحق ملي جا دابا 2021 كاين تجنيد اجباري هاد الايامات صيفطوا لهم الناس استدعات. بغيت نقول لكم الناس اللي خايفين كيقول لكم لا انا ما غنمشيش ولا يعني التجنيد غير سيرو يعني راه ما كايناش شي حاجه اللي صعيبه راه غير الناس باش تسمعوا كلام بنادم فهمتي كيفاش مابقاوش تسمعوا كلام بنادم ولا تقولوا هذا لا ما غاديش نمشي ولا يعني داك الشيء عادي عادي جدا يعني لو بغيت تمشي راه عادي. مشيت انا دوزت انا في 2019 فاش دوزت 18 شهر بالحق داك الشيء انا في الاول كنت خايف كنت نسمع كلام بنادم كيقول لك لا راه التجنيد صعيب ما صعيب يخو عليك الماء برد تهضر كامله ما كايناش غير كيبغوا يخلعوا بنادم باش ما يمشيش. كاينين الدريات اللي كاينين تما شفت انا الدريات اللي كاينين تما تبارك الله ما شاء الله عليهم يعني عندنا بنات في المغرب يعني شي حاجه في المستوى. اش غادي نقول لكم بغيت نعاود لكم على التجنيد اسيدي في الاول كيجيك السيد على الدار كتمشي كتدفعها كتعمر الوريقات وداك الشيء فوتوكوبي لاكارت ديالك وداك الشيء وكتدوز عند الطبيب كتدفع داك الشيء مثلا دابا انتم دابا محسوبين على التيزنيت راه دفعوا البشويه صافي كيتقبلوا داك الشيء كيعيطوا لي كتمشي كدير التيست ديالك التحاليل كيشوفوا عينك واش خاصها شي حاجه واش ما ناقصها شي حاجه التنفس ديالك بزاف د الحوايج